مشاهدينا الكرام، ألتقيكم اليوم من أم درمان حي النخيل يسكن ضيفي. أتاها قادما من ولاية الجزيرة مدينة الحصاحيصة، تغلد عدد من المناصب في الرياضة والسياسة وكسر طبلة المريخ. خلونا نتعرف عليه ونحن في داره. مشاهدينا الكرام، متابعي في دارك، اهلا وسهلا بكم. وحلقه جديده اليوم التقي فيها ضيفي اجتماعيا تجده في كثير من المحافل المختلفه، وسياسيا اتحادي، ديمقراطي، رياضيا مريخابي بالفطره، وكثير من الاشياء الممكن تكون كثيره عن هذا الضيف. وهو رجل اعمال معروف للكل، يقول كلمه الحق ولا يخشى لومه لائم. اليوم التقيه في داره واعرف عنه الكثير، الأستاذ السيد محمد سيد أحمد الجكومي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أستاذ أنسام، وأنا سعيد أن ألتقيك وألتقي كل الاستاف العامل، ونرجو أن نقدم ما يفيد المشاهد إن شاء الله. إن شاء الله الجكومي أهلا بك. وخلينا نعرف ذاته محمد سيد أحمد. لما الناس تقول محمد سيد أحمد ما في زول يعرفه، لكن لما يقول الجكومي أي زول بالله، جي من وين الاسم ده ذاته؟ هل هو لغب ولا اسم أسرة ولا عائلة؟ طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، به الإعانة بدءا وختما، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. اسم الجكومي أطلقه علي عمي جحفر سر الختم رحمه الله، وعمي محجوب الخليفة، وقالوا أنا صغير كده عمر 3 سنين جاي ماشي، فقالوا الجنة ليشبه الجكوم ده، فالجكوم ده خال الوالدة رحمهم الله جميعا. وارتبط الاسم ده بشخصي، والجكوم كان معروف عنه جدا، ده معروف عنه الصراحة والوضوح والقوة، فسبحان الله أظنه كل الصفات ساعدت في تشكيل الشخصية يعني. نعم، أهلا بك الجكومي، ونحن سعيدين أن نكون في دارك اليوم. خلينا نشوف بداية الجكومي بالحصاحيصة، رغم الولاية الشمالية الأسرة والأصل، لكن الحصاحيصة هي بداية الجكومي في النشأة الأولى، ودارين نشوف هل كل المراحل كانت بالحصاحيصة؟ طبعا نحن من أسرة أصلا من الشمالية، محلية الدبة حديثا، محافظة الدبة قديما، تسمى قنتي، وهي منطقة كبيرة من أكبر المناطق في محلية الدبة. أهلنا هاجروا باكرا إلى الجزيرة، منطقة الحصاحيصة تحديدا، وأنا ولدت وكل أشقائي ولدوا في الحصاحيصة، نشأنا وتربينا في الحصاحيصة، ودرست المرحلة الابتدائية في الحصاحيصة، ثم أولى ثانوي في الحصاحيصة، ثم انتقلت الأسرة إلى مدينة الرصيرز، ودرست ثانية وثالثة متوسطة وثانوي عامة ذات تايم في الرصيرز، ثم الثانوي العالي في الدمازين، لأن الرصيرز ما كان فيها مدرسة ثانوية عليا. ودفعتنا جات ولت السودان، امتحنا الشهادة السودانية، لعلها أول وآخر مرة مدرسة الدمازين الثانوية تحرز المرتبة الأولى على مستوى السودان. دي كان دفعتنا، دفعة مميزة، العام 83. ثم بعد ذاك التحقت بالجامعة الإسلامية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتخرجت في العام 88، واصلت دراسات عليا. خلينا نشوف الإسلامية جامعة ما فيها نشاط سياسي، لكن الجكومي هو بدأ نشاطه السياسي في الجامعة، كان في أي جامعة ومتين كانت البداية؟ النشاط السياسي بصورة غير واضحة كان في الدمازين الثانوية، يبان ثورة الشعب السوداني في يناير 81 و82، دي كان مظاهرات مشهورة. أيوة. عمت كل السودان، تلبية لنداء الشهيد الحي الشريف حسين الهندي رئيس الجبهة الوطنية السودانية، الذي كان يعارض نظام مايو، لكن تفتقت المسألة بتاعت المعارضة عندما التحقنا بالجامعة الإسلامية في العام نهاية 84. نعم. وكنا من المحظوظين في المشاركة في صناعة أحداث انتفاضة مارس أبريل، ولعلي في مدرج البدوي
لما تحدثنا كثيرا مع اتحاد طلاب الجامعه في الوقت ذاك، وده الاتحاد الانهى سيطره الاسلاميين، وكان التحالف اسمه التضامن الاسلامي يتكون من الانصار والمستغلين والطرق الصوفيه والاتحاد الديمقراطي. لكن في فتره تشكيل الاتحاد في 84 غاب الحزب الاتحاد الديمقراطي عن تشكيل الاتحاد، وتم تشكيل الاتحاد مناصفة بين طلاب المستغلين وحزب الأمة. فضغطنا نحن كمجموعة من الطلاب على الاتحاد إنه يخرج إلى الشارع، وتحت الضغط المستمر الاتحاد قال خلاص يوم الاثنين 24 مارس ألتقيكم في مدرج الشيخ البدوي، وهو مدرج كبير يسع 2000 طالب، يجاور المكتبة الكبيرة بتاعت جامعة أم درمان الإسلامية، والكلام ده في العرض جوار استاد الهلال. ففعلا جينا يوم الاثنين وكلنا حفز واشواق انه نطلع الشارع، لكن فاجانا الاتحاد انه هو ما جاهز. فكان انا من ضمن الطلاب، قمت انتزعت الميكروفون منهم وقلت لهم لا لا للجبناء، لا لا للمتخاذلين، لا للذين يريدون ان يساوموا في قضايا الشعب. والمدرج وقتها كان الجمهور كيف؟ والمدرج الطلاب يعني تقبلوا كلامي ده بشوق وبصفقة شديدة، مما زاد حماسي. وقلت للاتحاد نحن في ظرف 48 ساعة بنديكم فرصة أن تلتحقوا بنا. نعم. إذا ما مركتوا معانا يوم الأربعاء 26 مارس سنتخطى الاتحاد. وبالفعل جينا الصباح باكر زي الساعة 7، الاتحاد جاب له لفتتين خجولات وخرجنا الى الوقت ده كان اسمه مجلس الشعب اللي هو المجلس الوطني. نعم. الموجود الان. فقبال ما نصل المجلس الوطني قامت قوات الشرطه فرتقتنا، فدخلنا بيوت العباسيه وبيوت الهاشماب، ثم رجعنا الى كافتيريا جامعه ام درمان الاسلاميه وصنعنا غنابل المولوتوف، وخرجنا الى جمعيه والنمير التي كانت تمثل النظام، وتم حرق جمعية واد نمير، ومن ثم اندحت الانتفاضة. وأنا هنا خليني أشكر أخونا. نعم. الأستاذ عبد الله الشيخ صاحب عمود خط الاستواء الصحفي المعروف، الذي كان يجاورني في مدرج الشيخ البدوي، والذي أسس وأرخ لهذه الواقعة وكتب مقال أصداه من هتاف شقيق، قال لو لا محمد سيد أحمد وهتافه والذي غير مصر التاريخ، لعاد نميري من رحلته إلى أمريكا ومن ثم دك حصون المعارضة. فدي واحدة من الأشياء اللي بتأكد أنه محمد سيد أحمد واحد من الذين صنعوا انتفاضة مارس أبريل. ده تاريخ عظيم، تاريخ عظيم كبير. يعني احنا نتمنى أن كل أول مرة المشاهد يسمع به ويعرف نضال جاكومي. والله سبقكم عليه أستاذنا عبد الله الشيخ أرخ للمسألة دي في عمود خط الاستواء. نحن تلفزيونيا تلفزيونيا أنت أول ناس اليوم، لكن نجد الجاكومي يتجول ما بين الرياضة والسياسة. لكن خلينا نشوف حتى الرياضة نفسها بتنسى الجاكومي في الحصحيصة، كان بالقرب من نادي المريخ، ودي كانت ممكن تكون أول بداية لك ومحبة لنادي المريخ اللي حببك أكثر. هو شوفي بيتنا جدا عثمان فضيل رحمه الله كان قريب لنادي المريخ، وخالي علي عثمان فضيل الذي يعني تعلمنا منه حب المريخ رحمه الله، ده واحد من الناس اللي خلى أثر على كل مجمل الأسرة إنها تنتمي إلى الأحمر الوهاج، وده فخر وافتخار لا يدانيه أي فخر وأي عزة أخرى. فأذكر نحن صغار في حي العمدة، هم كانوا في الحي الأوسط ونحن في حي العمدة، وميدان نادي المريخ في ميدان ماربيليس بجوارنا جوار المنزل طوالي، فكان بنشيل الليمون والكركدانة. وأخويا السير أنا عبرك بحيه وتحية كبيرة وترحم على روح الوالدة، كان بيجهز لنا جردلين، واحد كركدي واحد ليمون، ونسهب إلى الميدان للاعبين يشربوا والإداريين يشربوا وبقية الجمهور إذا تبقى شيء. ثم كنت صغير في العمر، صغير يعني عمرنا 7 سنوات 6 سنوات. ثم شبعت بحب المريخ. ثم هم ذاتنا الإدارة بتاعت المريخ بتجي تصلي المغرب عندنا، والحج رحمه الله برضو كان بيجهز لهم الشاي باللبن والقيمات. وعشان كده نحن قمنا ونشأنا في حب الأحمر الوهاج.
نحن وانت والمشاهد اللي بيتابعنا عندنا مادة حنشوفها في الشاشة الآن، تتوقع تكون شنو يعني المادة؟ والله طالما الحديث كان عن المريخ أتمنى أن تكون عن المريخ يعني. خلاص نحن نشوف أمنياتك إن شاء نشوف الله. هي بتعني لك شنو. نتابع. الواحد حقيقة لما يتكلم عن محمد سيد أحمد صعب جدا تتكلم عن محمد، لأنه محمد شخصيات متعددة في شخص واحد، والتعدد هنا ما بيعني الاختلاف، لا بيعني انه محمد رياضي، محمد اجتماعي، محمد سياسي، محمد كل الحاجات دي وبجيده تماما. يعني محمد انا علاقتي به علاقه اسريه ممتده بحكم الجيره في ابو فروع، هو في الحصحيصه وبنلتقي دائما. ويعني انا اذا تكلمت عنه في الجانب الرياضي، انا كنت مساعد لمحمد اكثر من دوره في اتحاد الحصحيصه، محمد كان رئيس الاتحاد، انا كنت مساعد رئيس الاتحاد، وعرفت محمد تماما في الجانب الرياضي قبل ان كنت بعرف في الجانب الاجتماعي. رجل مواقف، دائما هو بتلقاه قدامك في حاره، في بارده، في افراح، في اتراح، محمد ما بيقصر اطلاقا. يمكن كثير الناس بتاخذ عليه، يعني بيقول لك محمد، يعني كثير بيتكلم يقول لي محمد صاحبك ده يا اخي بينفعل وبيتمسك برايه، وكثير من الاشياء اللي اذا كانت في الرياضه وكانت في السياسه. يعني محمد انسان، الانسان ما مكمل، ما في شخص مكمل، لكن محمد حسناته كبيره جدا جدا. يعني محمد انا دائما يعني بلجا له في حتات كثيره، مش انا معتصم، انا الشخص، يعني اي شخص بيعرف محمد بيلجا لمحمد، لانه محمد دائما بيحب يسهل على الناس وبيحب يقيف مع الناس. محمد انا بعيب عليه اشياء بسيطه ودائما هي بتخصم منه. محمد احيانا بيتمسك برايه بصوره كبيره جدا جدا، يعني اذا تكلمت معاه الا مره واثنين وثلاثه، وفي النهايه هو انسان بيقتنع دائما. محمد سيد احمد الناس بتشوفه بصوره، الناس لو دخلت جواه بتلقاه انسان بسيط جدا، انسان متواضع جدا، انسان عنده شوية انفعال، وده الشيء اللي أنا بعيبه عليه. على العموم أنا دائما بعتز بصداقتي بمحمد، وبعتز بالعلاقة الأسرية اللي بتجمعني بمحمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه محمد دائما يكون مصير الناس وقريب من الناس. بعتصم محمد الحسن بالنسبة للجكومي رغم الانفعال اللي هو بيعيبه عليك. والله طبعا لما قلت لك انا كنت بفتكر انه الماده مريخيه الهوى والهويه، برضو ما خاب ظني، لانه معتصم ايضا ينتمي الى مدرسه المريخ ومدرسه الصفوه. وانا سعيد والله واعتز بعلاقتي بمعتصم، وزي ما الحاجه الناس اللي ما عارفين عن معتصم، معتصم كان لاعب في نادي النيل، كان لاعب مميز، لكن هو اصيب بقطع في الرباط الصليبي وما كمل مسيرته. ومعتصم يعني من أقوى الشخصيات الإدارية التي مرت على الحصحيصة. معتصم كان ممثل لنادي أبو فروع، وكان صوت معتصم هو المرجح في انتخابات معتصم جعفر، دكتور معتصم جعفر في العام 95، واعتقلوا الأمن وأرهبوا عشان ما يقيف مع مرشح المؤتمر الوطني ويغير رأيه، ولكن معتصم كان عند الوعد وعند الموعد ورفض كل الإغراءات المالية والإرهاب السلطوي، ووقف مع معتصم جعفر وأدى إلى فوز معتصم جعفر، ومن ثم التدرج الطبيعي إلى دكتور معتصم حتى وصل إلى الاتحاد، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم. معتصم عمل معي كمساعد لرئيس اتحاد الحصحيصة في انتخابات شرسة، أيضا حاربنا فيها المؤتمر الوطني حرب ضروس. مصيبة محمد سيد أحمد إنه كل معاركه المؤتمر الوطني كان يتدخل فيها سياسيا ورياضيا، وإنت كنت بترفض التدخل تماما. 100% ما هو أنا أصلا زي ما قال لك أنا زول معارض اتحادي ديمقراطي من قمته، معارض لنظام الإنغاز، وبحمد الله وفضله يعني المسيرة بتاع التجمع المهني لما كانت ماشية من 25 ديسمبر إلى البرلمان لزيادة الأجور، كان رأي محمد سيد أحمد إنه نصب إلى الغصر لإسقاط البشير، وكنا في اجتماع في دار الحزب الشيوعي حضرته من قيادات القوى السياسية التي تروها الآن تعتلي المشهد، مريم الصادق، عمر الدقير، صديق يوسف، غيرهم من الموجودين في الساحة السياسية، وصديق يوسف وعلي الرايح السنهوري وجمال إدريس رحمه الله وصديق أبو فواز
ويحيى الحسين واحمد الدفينة. فكان راي محمد السيد احمد اللي تخندقت فيه انه نحن ما عندنا كوادر تعمل في الخدمه الوطنيه. نحن انا كنت مقرر للجنه رد المظالم ودفع الضرر في التجمع الوطني، كانت تحت يدي اكثر من 650 الف ملف للمحالين لصالح العام. اذا معركتنا ما مع ابراهيم احمد عمر في زياده الاجور، نعم. معركتنا مع البشير راس السلطه السياسيه. اذا سقط البشير سقط ابراهيم. اللي كان في وقتها احتقال الجاكومي ولا فين كان؟ ده يوم 22/12/2018 2018 قبل الموكب بثلاث يوم. فعلا تجمع المهنيين، الناس عملت معه كونتاكت، غير وجهه نظره من الذهاب الى القصر، من الذهاب الى البرلمان للذهاب الى القصر. يوم 25 كنا جزء من قياده هذا الموكب. يوم 26 شاركنا في تاسيس الحريه والتغيير في دار المؤتمر السوداني. نعم. يوم 27 تم اعتقالنا، فمكثنا في الاعتقال حتى نجحت الثوره في 11. الجكومي تعزى في الاعتقال ولا تعامل كمعامله غير يعني؟ أنا يعني تعرضت للتعذيب نتيجة لمواقفي. فجهاز الأمن طبعا دائما حاول يكسر الناس ويزل الناس ويهين الناس، فالجاكومي كان يرفض الإهانة. أول يوم أنا بتذكر لما اعتقلوني كنا في اجتماع بتاع نداء السودان، نعم، وكنا نتخذ من شقد عمر شقيقي في الإمارات خلية لإدارة المعارضة. فجينا يوم 25 مشينا الموكب، يوم 26 اجتمعنا في دار المؤتمر السوداني، فيوم 27 جينا نختار كوادر نداء السودان في تنسيقية قوى الثورة السودانية. سميناها تنسيقية قوى الثورة السودانية قبل ما بعد ذاك تعرف ب بقوة إعلان الحرية والتغيير. نعم. فنحن قاعدين في الشقة بعد ما انتهينا من الاجتماع دوهمنا. دهموكم. فسبحان الله، هسه أمس كان معنا اللواء عصام عوض الكريم في ورشة المصفوفة المستحدثة أو المحدثة في جوبا. فبنتكلم كده قال لي غايته حظك إنه أنا شاهد عصر على اعتقالك. عصام ده كان مسؤول الأمن السياسي في الخرطوم وهم اللي اعتقلونا. نعم. فبتذكر احنا خدتونا في جامع ما عندهم حراسات في الامن السياسي. فقافليني في جامع، وبعدين كانت الدنيا برد وجانا واحد اسمه مجد عكاشة. كويس تتوضا وتصلي. جانا واحد اسمه مجد عكاشة وانا نعم. بحييهم من اولاد المؤتمر السوداني. فدخلوه معي في الجامع وقعد قال لي يا اخي انا بردان اقفل المروحه. قلت له يا اخي انت ما عارف هنا في بقى وضع عجيب جدا. فقفلنا المروحة وكان في بتاع امن حارسني جوا، فالبعوض قام اشتغل فينا شغل شديد. فقمت انت اللي بتاع الامن، قلت اخذته قاعدين تكتلوا في اولاد الناس، غريبكم تكتلوا البعوض. فبتاع الامن طوالي قام طلع برا قفل علينا الباب من برا ومرق. فمجد عكاشة قال لي انا والله لما شفتك انا ذاتي قايل لك ضابط في الامن وتعرف انت معتقل. فمشينا. نعم. بعد ذاك ثاني يوم الصباح، ثاني يوم اعتقلونا الخميس يوم 27، يوم الجمعة جونا دونا قالوا الفطور. قلنا الليلة فطور الأمن ده يعزموك من هذول ما لا بيأكلوك طبعا بيأكلوك ويشربوك، دي ما مقصرين فيها. فأنا طبعا اتوقعني إنه يوم الجمعة ده، ونحن ما كنا ثلاثة، أنا ومحمد حمد اعتقلونا، أنا ومحمد حمد مع بعض، وجاء علينا مجد عكاشة مفتكرين فطور جمعة يعني. أيوة فطور جمعة وشغل بلدي كده. مشوا جابوا لنا فتة بتاعت عدس. فقلت له عليك الله انتم ماكلين اموال الشعب السوداني تاكلونا فتة عدس؟ ففي واحد من العساكر ده الغرب وياكل من الزعل. اول ما انتهينا طوالي ساقني الساعه زي 9:30 الشمس الحاره ديك وقفني في الشمس. وجاي يتكلم معي، قلت له يا زول انت عسكري وده صراع بتاع فيله. انت بتروح عليه وساي، انا من لواء فما فوق، اقل من لواء ما يتكلم معي. قام المهم خلاني في الشمس، مشى جوني الاولاد بتاعين الامن ديل، كل واحد دار يجي يستعرض فيني. وانا قلت له شوف انا كلام كثير ما بينفع، انا ما بتكلم الا مع اللي وتفتح خشمك والله ادوسك هنا لما نعرف حاجه. ما قلت له انا محمد سيد احمد الجكومي؟ لا هون عارفيني طبعا، انا اول ما اعتقلوني جايين نازلين الناس اللي كانوا مأمنين العماره، واحد كده عنده دقين الجكومي قال لي الليله وقعت، قال لي انا والله بكرهك. قلت له يا اخي انا بكرهك وبكره جهاز الامن اللي انت بتنتمي له. فلما بعدين مشينا هناك قال لي يا اخي معلش انا الكلام ده طلع مني بدون قصد، لكن انا بكرهك لانه هلالي
بس الموضوع هلالي وبحته الهلالي دي لا نجي نمشي. فالزول قاعدني في الشمس ويجوا ديل دارين يمارسوا علي الطغاة بقهرهم بيمشوا. فقام جلوا عصام ده الساعة 5 مساء جاكومي ده قال لهم يقعدوا انه مالكم في الشمس. قال لي يا سعادتك الزول ده قال لي انتم ماكلين اموال الشعب السوداني تاكلونا فتة. قال لي ما معارضك حيقول لك شنو؟ قام يجيب لي كرسي. جاب لي كرسي خلفت رجلي قلت له يجيب لي مويه. مشى جاب لي مويه قلت له يجيب لي سندوتشات. مشى جاب لي سندوتشات قلت له شوف لي الحمام فاضي ولا فيه زول. قبل قلت له انا ما قلت لك ده صراع بتاع فيلا انت ما بتقدر عليه. الجكومي قصص سياسيه كثيره جدا وغيره مختلفه نحن حنتعرف عليها اكثر ونحن في دارك. خلونا نطلع فاصل قصير مع كل المشاهد ونرجع نستكمل قصص وحكاوي مختلفه عن الجكومي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا في دارك ونحن بنتواصل مع محمد سيد احمد الجكومي ونحن في داره اليوم. زي ما سمعنا القصص الاولى حنسمع قصص ثانيه مختلفه. الجكومي والتجاره. زمان لما كنت طالب كنت تاجر وكنت تنقلت في بعض الولايات المختلفه، ده خلى يبقى الجكومي رجل الاعمال. انا سبحان الله طبعا نحن اسرتنا بتاعت جنتي دي يعني مشهوره بالعمل في مجال الزبيرات ولعلنا موجودين بكثرة في المنطقة الصناعية أم درمان والمنطقة الصناعية الخرطوم وكل ولايات السودان يعني تمشي سنار سنجاد دمازين جوبا المناطق دي كلها الناس الشغالين زبيرات تيناو ناسنا ناس الناس قنتي. يا سلام. فدي نفعتني. أنا كنت في الإجازة بجي بشتغل مع خالي في المنطقة بشير حسين رحمه الله. وبتذكر الوالده رحمها الله كانت جات وماشيه الدمازين فكان لزاما علي انه تمشي ترافقها امشي معاه. نعم. فخالد كان جاب لي بطاريات يابانيه اسمها يواسا. والسودانيين ما بيعرفوا البطاريات اليابانيه، بيعرفوا بطاريات التبلدي والروبي. دي بطاريات سودانيه لما العين بتاعت البطاريه تبوظ بيتم استبدالها. نعم. وانا عبرك اترحم على روح المغفور له محمد جعفر قريش كان مدير مصنع بطارة التبلدي طبعا حقهم. فالمهم انا زعلت انه انا يا دوب جاي من الروسيرس وتاني مرجعني وكده. فمشيت وقمت شلت معاي عينات شلت معاي بطاريه. فلما جيت راجع عرضتها في الدمازين قالوا لي ما بنعرفها لكن عشان انت ولد سيد احمد بنشيل منك. نجربها. وجيت سنجا وجيت كوستي وسنار. فأي زول يقول لي والله عشانك يا أخي أنت جيب لنا خلاص من دي خمسة من دي ما بعرف شنو. بدأت التجارة. لقيت المسألة ما شاء الله مشت. وجيت لخالي عنده كان كمية جايبة من السعودية خلصت. بعدك بدينا نشتري من زول اسمه عبد الحليم. فعبد الحليم ده تاجر دنقلاوي يعني دكانه ما زال موجود في المنطقة الصناعية. فمثلا تجيو يوم الثلاثه تقول لي يا اخي البطاريه بكم؟ يقول لك ب 12 جنيه. تقول لي ليه ب 12؟ قال لي يا ابني انت ولد صغير وشغال تجاره. هو بيتكلم لهجه مصريه. اشتري اندم وما تخليش تندم. قلت له شنو يعني؟ قال لي اقول لك اشتري بالغالي ده عشان بكره ما تندم. تجيني بكره لما انا غار سعر يكون اعلى وانت صحيح. ما عارف المساله دي يعني فيها شد وجذب. ففعلا اقوم ما اشتري اجي بعد ثلاث يوم القى السعر زاد. فاخذتها بيوم قلت دي بقيت اشتري طوالي عشان ما تندم. فبعد ذاك بقيت ناسنا في سنار وكوستي وسنجا بيقول لك يا اخي لازم تجيب لنا البطاريات بتاعت الروبي ولا التبلدي. فجيت عندي برضو قريبي كامل سيد احمد عبد المجيد انا بحييه تحيه كبيره كان وكيل التبلدي. فبشيل الكوته بتاعته كلها امشي اوزعها. فيوم كده كنا قاعدين في نادي الخريجين وانا طالب في الجامعه. في الجامعه انا طالب في سنه اولى. فبالليل كان معانا عبد الحميد ابراهيم جبريل الباشمهندس وانا بحييه عبر برضه تحيه كبيره. فالصباح جيت لكامل ده كامل قال لي يا اخي انت بدل تشيل البطارات من ام درمان وتوديها السوق الشعبي الخرطوم تشحنها يا اخي مصنع التبلدي ده في المنطقه الصناعيه الجديده قريب للسوق الشعبي. اروح شيل بطارياتك من هناك وامشي. قلت له والله يا اخي جدا دي قللت علي التكلفه بتاعت الترحيل. فمشيت معاه قاعدين كده في المصنع جاء عبد الحميد ده
اوه محمد سيد احمد، كيف اخبارك؟ تمام، مالك بجاي؟ وزول طبعا قياف كده، وانت ولد صغير لسه وانا ده في ولد الجامعة صغير يعني. وجاي ببدلته وكرفتته. قلت له خليني انا، مالي انت مالك اللي بيجيبك محلاتنا دي شنو؟ قال لي محلاتكم كيف؟ انا مدير المصنع ده. يا زول انت مدير المصنع ده وانت مالك؟ قلت له يا اخوي انا بنتاجكم ده في سنجة والدمازين وكوستي وسنار، شغال عليه معانا اللي قاعد اوزع البطاريات. نادى عيسى التجاني، يا عيسى كان المدير المالي من يوم الليلة. تدي محمد ده توكيل مميز، يا سلام، اهم من اليوم ده كان بقيت وكيل، ومن ثم وإحساسك انطلقت وأنت طالب في الجامعة وأنت طالب وكيل لبطارية وسايق عربية. وسايق وكيل بطاريات، وحسيت بإنه أنت حقيقة بديت إنه تكون رجل أعمال وتكون زي سايق المعروف في المجتمع. عربية، وبعدين كنت بصرف على التنظيم بتاع الطلاب الاتحاديين الديمقراطيين، ويعني زي ما تقولي كنت ممنجح كده. المنجهة دي نحن حنشوفها مع المشاهد، وحنشوف لك مادة تانية. إن أول شاء الله. توقعت إنك يكون من المريخ، المرة دي حتتوقع شنو؟ والله سياسة، ما دام ديك رياضة ما لفقت 100%، المرة دي تكون حاجة سياسية. خلاص نحن نشوف إذا كانت سياسية ولا لا، مع المشاهد نتابع ونتواصل. محمد سيد أحمد أنا أفتكره فيه صعوبة شديدة جدا. ليه؟ لأنه هو يعني متشعب الأشياء، يعني محمد سيد أحمد بتجد في الرياضة، بتجد في السياسة، بتجد في الحاجات الاجتماعية، بتجد في كل تفاصيل الحياة العامة الموجودة وكذا. أنا يمكن صلاتي بمحمد سيد أحمد من مدينة العصا عيسى، ونحن تربطنا علاقة بتاعت قرابة، وغير كده ربطنا حي العمدة، الحي الذي نشأنا فيه وطرارنا فيه وكده. ومحمد زي كان غايد بالنسبة لنا في فترة من فترات حياتنا، يعني محمد علمنا كيف نتعامل مع السياسة ومع المعطيات السياسية، وكيف نكون عندنا أفق رياضي، وكيف نكون نقدر نتناقش مع الناس. يعني تعلمنا منه حاجات كثيرة جدا، وتعلمنا منه برضو التواجد الاجتماعي الكثيف في مختلف المجالات والمناسبات الاجتماعية المختلفة وكذا. اللي ساهم في الحاجة دي وخلى القرب بتاع العلاقة بيني وبينه يمكن تبقى كبيرة وكذا، انه ونحن كان رابطانا الخير العلاقه بتاعت الحي العمده، ربطتنا بعد ذاك العلاقه الاعلاميه بزول سياسي ورياضي واجتماعي وشخصيه عامه مهمه جدا في الحياه السودانيه. محمد استفدت منه كثير جدا، حتى انا قاعد اقول لهم لما انا اسست اول صحيفه الكترونيه رياضيه في السودان في 2012، محمد ده كان الداعم الاول والاساسي بالنسبه لي مختلف الحاجات، بل بالعكس تماما في حيين كثيره جدا كان بيشتغل لي محرر، اي بمعنى صح هو كان بيمدني بالاخبار وكذا، وكان معجب جدا بالفكره بتاعتي وبحاجاتي كلها وكذا. وانا كنت سعيد جدا جدا، وكان الاعجاب بتاعه ده بيديني دافع في انه انا كل مره اجود حاجاتي وكذا. انا بستحضر، دار اختصر الكلام كله لعب محمد وكذا، بستحضر مقوله الارباب صلاح ادريس، فكنت بتكلم معاه عن محمد سيد احمد وكذا، فقال لي اكثر ما يميز محمد سيد احمد ده بانه هو عنده القدره على لما الاخرين حوله، يعني محمد الكلام عنه صعب جدا، وشخصيه اجتماعيه، يعني يستحيل انك انت تمشي مناسبه فيها بتعرف ناس ومحمد بيعرفهم برضه ما تلقاه وهو سبقك، فدي واحده من مميزاته الكثيره، غير انه هو عنده يعني من بدري جدا عنده افق سياسي، يعني بمعنى انه كان محتضن كميه من الاتحاديين كميه بكده. الحاجه المهمه في شخصيه محمد واخوانه عموما بانه هم بيحتووا الناس، يعني مثلا في بيته كان في الثوره قبل ما يرحل مدينه النخيل وكده، كان في عدد من الطلبه، عدد من الناس موجودين في البيت. في الشقه بتاعته في القاهره لما حكومه الانغاز والفتره بتاعت الانغاز وكده، والناس بتسافر مصر تلقى هو عدد من الناس موجودين. فمحمد شخصيته مختلفه جدا جدا، وبيحب الناس وبيحب يقدم للناس. والله انا بتمنى لجكومي كل خير، بتمنى لاسرته كل خير، من لهم النجاح الشريف، وبارك زروق ويحيى الفضلي وبنته الطبيبه دكتوره، بتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم، واتمنى لاخوانه اللي هم برضو اصدقائي انا السر وعمر وعثمان وياسر، واتمنى يعني اتمنى لهم كل تقدم وتوفيق وازدهار، وكل لكل الاهل والاحباب في مدينه العصا عيسى وتحديدا في حي العمده ان شاء الله. الجكومي عمرت لودي. الناس كلهم اتفقوا في انه انت عندك متمسك برايك لكن اجتماعي للحد الكبير. والله شوف انا ما متمسك برايي،
فأنا لما كان النقاش يحتد ويحتدم أنا كنت بكون حمامة السلام، برفع الاجتماع. يعني مثلا لما يكون في إصرار على اتخاذ قرار بالتصويت، التصويت معناه في مجموعة بتنتصر ومجموعة صحيح. بتنهزم صحيح. فأنا كنت بقول لنا أخواننا رفعنا الاجتماع، لكن ما بتكون مصر على الرأي اللي انت لمدة نص ساعة، بجي بلملم الناس أقول لنا يا أخواننا من المعيب إنه نحن والله تعلمنا من محتسن جعفر. اشتغلت أنا مساعد لرئيس اتحاد الكرة يعني 7 سنوات أنا في اتحاد كرة، قلت له أنا محتسن ده عمره ما غادنا لتصويت، يعني 7 سنوات نحن شغالين في اتحاد كرة القدم السوداني أكبر مؤسسة تدير الكرة في البلد، ما حصل خشينا في تصويت. فما ممكن نحن كل ما جينا يا أخي اجتماع مجلس المريخ دارين نصوت نصوت يا الكلام ده، فبنقعد طوالي في البريك ده نوائم ونولف. أنا بقول للناس هيثم ديل أمشوا مع نور الدين عبد الوهاب، أنا برضو بحييه، ومع ناس مرتضى والشباب ديل أمشوا أطلعوا لي بتوليفة، كون عارفين أنا رأيي وين، أنا رأيي قاعد يكون منتصر، لكن بكون ما سعيد لما أنا رأيي ينتصر ورأي الآخرين ما ينتصر، لأنه أنا قاري المشهد. مثلا الاجتماع فيه 13 نفر أنا شايف 8 معاي في رأيي وفي 5 ما في رأي، لكن أنا ما داير الخمسة دي يطلعوا بغبن، داير الرأي يكون واحد، داير الرأي مناسب. عشان كده اللي بيقول لك محمد قاعد يصير على رأيه ده ما اشتغل معاي خالص، يعني معتصم ده اشتغل معاي. نحن بنكون مثلا دارين نتخذ قرار، أنا عارف القرار، عارف القواعد العامة قالت كده، بضرب للطرف الصديق، بفتح اللابتوب سبيكر عشان الناس تسمع، بضرب مثلا لطارق عطا عشان الناس الاخرين. ما بتكون متفق معاهم يا جكومي؟ ابدا والله خالص ابدا. الناس اللي بيقوموا الجكومي مصادم، والجكومي دائما بتلقاه في الواجهه دي، اللي حنتعرف عليهم بعد ما نطلع فاصل قصير، نعاود من بعده نكمل في دارك مع محمد سيد احمد الجكومي. اهلا بكم من جديد، ودعينا نشوف الجكومي الوجه الاخر، الجكومي المصادم. الناس بيقولوا انه دائما هو مثير للجدل في كثير من الاماكن ممكن يتوجد من خلاله، هل ده انت بتكون عندك بصمه واضحه عايز تكون موجوده، انه انا موجود انا قاعد؟ ابدا، ما ناس زي ما بيقول لك بصير على رايه. انا اديت بيان بالعمل صحيح. خلال سنه وثلاثه شهور انا في إدارة نادي المريخ العاصمي ما حصل مشينا لتصويت. أنا أذكر أنه في لجنة التسيير الأخيرة قبل اللجنة اللي جاء فيها أستاذ أيمن أبو جيبين، محمد الفاتح المقبول ولد صغير جاي ممثل لقطاع الشباب، فأول ما نتكلم يقول خلاص نصوت. قلت له يا ولد أنت ولد برعم ولد شبل، انت ود ناشئ، انت في تيم الناشئين، انت شوف امامك الكبار دي اللي بيفكروا كيف، انت اخر زول تتكلم. فبقى فعلا يشوف الناس بتتكلم صدام. لا بقى يشوف فعلا، ما هو طوال احنا لما نجي ما قلت لك بيكون في رايين. نعم صحيح. الرايين دي احنا دايرين نعمل لنا توليفه نطلع راي واحد، ده يقول لك لا نحن نصوت. قلت لا ود، هو انت برعم وناشئ، تشوفنا نحن بنعمل في شنو، انت جابوك هنا عشان تتعلم. نعم. فعلا بقى يسكت، يلقى الناس بدل يخشوا في التصويت بيمشوا. محمد سيد احمد من مدرسه اتحاديه تؤمن بالراي والراي الاخر، وتؤمن بصناديق الاختراع وان اتت بغيرنا، ولعل الدلاله على ده انه نحن خدنا انتخابات، وانا ما كنت خيار الجمعيه العموميه بالرغم من الجهد الكبير اللي انا بذلته، يعني في تاهيل الاستاد، في انتزاع، يعني البصمات الكبيره اللي وضعها محمد سيد احمد لا تستطيع اي قوه داخل المريخ ان تتجاوزها. لك ان تعلمي انا الكادر المريخي الوحيد الحاز على 940 صوت في تاريخ المريخ منذ 1908 الى يومنا هذا. كل الانتخابات المرت اللي بيجيب 300 اللي بيجيب 400، هسه الانتخابات دي يعني اعلى زول فيها جاب لي زي 800، لكن تيناو محمد سيد احمد يبقى الرقم الانتخابي الاول في المريخ. يا سلام. واحده من الحاجات اللي ازعدت الجكومي انه لجنه المنشات لما كنت بتترأستها او الاصوات اللي اتأدت كان، ودي كانت ما حصلت للمريخ من 40 عام تقريبا، انه تكون لجنه باصوات ناس مختلفين في حب انسان معين. شوف انا لما جينا في لجنه المنشات فتحنا لجنة المنشآت لكل مريخ ايا كان لونه وشكله وطعمه ورائحته. قلنا نحن ما جينا نحتكر، نحن دارين اي زول يضع بصمته في الفترة اللي نحن موجودين فيها،
بالرغم من انه الشغل الكبير انا عملته مع النائب حميدتي، وانا عبرك بحيي النائب الاول لرئيس مجلس السياده على الجهد والدعم الكبير اللي بذله. حتى الان انا تركت المريخ 4 شهور، حتى الان ما استطاعوا انه يقدموا ابره اضافيه في العمل اللي عمله محمد سيد احمد. حتى المدرجات انا بديت صيانه 6 مدرجات، انتهيت من 3، جهزت حديد الـ3، ماشي للـ3، جات الانتخابات تين ناو ما في حاجه حصلت. ونحن ايضا ما حنخلي المريخ، يعني حنواصل. هتكون سند وداعم للمريخ؟ من اول يوم جينا قلنا لهم يا اخواننا نحن داعمين ومساندين لهذا المجلس، نحن نعرف حجم الالام والمشقه والعنت اللي بتكبرها الزول اللي بيرأس المريخ، لانه على ان يوفر المال. يعني حازم وفر المال في ظرف بالغ الصعوبه وبالغ الدقه، ومع ذلك الناس برضه ما شبعت له، لانه في بعض الهنات التي حدثت. الان اخونا ايمن بيبذل في بذل مالي كبير، انت ليه دار تدخل في 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 صدام مع زول يعني شايل له جمره؟ ما الجمر ده انا هسي يعني حصلت بعض المشادات بين اعضاء المجلس اللي براسه ايمن. فجلست في حوار معاه، لان المجلس بتاع ايمن ده عندي فيه 11 نفر. نعم. من الكوادر اللي بتدين بالولاء لمحمد سيد احمد اللي كان شغاله مع محمد سيد احمد. انت ما موجود معاهم الان؟ انا ما موجود معاهم لكن قاعد بدفع معاهم. فجزء من الاشكالات جبت الناس دي قلت لهم تعالوا. ايمن ده هسي لو قال لكم مع السلامه حتعملوا شنو؟ قال لي والله ما حنقدر نعمل حاجه. قلت لهم يا اخي طيب عينوه على الاقل، يا اخي عينوه، ما تا ما تا ما تضعوا له متاريس وتضعوا له تروس. فالكوره عموما دي واحده من مشاكلها، ما فيها استثمارات، ما زي النادي الزمالك بل بالعكس الزول بيدفع. يا اخي اسي ايمن ده في الفتره الوجيزه دي دافع له قريب 6 مليون دولار ولا 5 مليون دولار، حازم دفع له قريب 6 مليون ولا 7 مليون دولار. دفع كم؟ جاكومي جاب له زي 1.5 مليون دولار من حميدتي ومن اخرين. صحيح. ودفعت برضه قريب اكثر من 10 مليون 10 مليار برضه انا دفعتها في تاهيل. عشان كده الناس كانت بتهتف تقول جاك وكل الناس حباك. والله ما هو دي واحده من الحاجات. يعني زمان انا بتذكر انه الاخ جمال الوالي وانا بحييه تحيه كبيره، كان قبل انتخابات الاتحاد السوداني في 2017. فجلسنا انا عملت له مصالحه مع اخونا حسن عبد السلام رحمه الله في منزل الفريق عبد الله حسن عيسى، وبرضه عبرك حي، ودي كلها كوادر مريخيه ونجوم. صحيح. سطعت في سماء المجتمع السياسي والرياضي السوداني. فاتصل على اخونا معتصم جعفر قال لي يا معتصم يكون في علمك انا جمال الوالي رئيس نادي المريخ داعم محمد سيد احمد كسكرتير للاتحاد السوداني. يا سلام. قام قال له لكن يا جمال يا اخي انا ود عمه نازل رئيس، والدعم ينزل سكرتير يا اخي يقول اولاد سر الختيم. احتكرت المريخ الكرة. قام قال لي يا اخي محمد قاعد في الكوره بكسبه. ما انت قال لي انت ما مرتين ما دعمت محمد وفاز. محمد ده نحن داعمينه في المريخ. قال لي يا اخي محمد الكادر المريخي الوحيد اللي بيجي، انا لما نجي استاذ المريخ بصفقوا لي، محمد لما نجي برضه بصفقوا لي، يعني محمد جايب حقه بضراعه. محمد عشان كده مشيت كسرت طبله نادي المريخ بضراعك يعني ولا شنو؟ يلا دي حاجه برضو الناس ما فاهمينها. انا طبعا زول كادر سياسي قبل ان اكون كادر رياضي، فلعل السياسيين يعرفوا كسر قلم مقبق. صحيح. اللي هو الناظر عبد الله بجاد الله ناظر عموم الكواهله، لما الخواجه حاول يستفزه وياشر عليه بالقلم شال قلم وكسره. فانا كنت رئيس لجنه المنشآت ولم تتم عمليه التسليم والتسلم. انا استلمت النادي من وزاره الشباب والرياضه، يكون في علمك حتى الان ما عملت عمليه تسليم وتسلم. الناس ديل ساي شغالين مش مستلموا. فانا ماضي في ورقه بتاع التسليم فيها 7 وزارات. فيها وزاره العدل، فيها النائب العام، فيها المراجع العام، فيها وزاره الشباب، فيها وزاره الداخليه. فانا ما ممكن اجي وكان معاي زول مسؤول الاتحاد الافريقي دار يعمل تشيك للشغل اجي القى غفير قافل لي الباب. قلت له ليه؟ قال لي والله قالوا اقفلوا الباب. اقفلوا الباب. قلت له كويس يا فلان جيب لك شاكوش كسرته عشان اوري انه ديل الاستاذ ده ما هو حرروا منه، ديل كانوا نايمين. انا لما سكت جحافل المريخ دي بعد 4 سنوات من قفله سوداكال وجيت حررت النادي، الناس دي كانوا نايمين. لكن موضوع عمل ما انا زول ما في زول انا عملت شغل زي ده تتيب تمنعني. في النهايه انا فتحت الاستاد عصام شعبان. حصلت ضربة كثير وما حصلت البتاعة بتاع انه الباب ده الطبلة دي اتكسرت، لو لاحظت لها في دقة واحدة
كانت دي تعبير عن إرادي إنه ما في زول أنا بيقدر يقهرني. فمشينا في المشروع ده وعملنا حاجاتنا ولحد دي. بدكم إذا توري الناس إن أنت قوي يعني ولا شو؟ لا ما قوي أنا قوي أنا قوي بحاجاتي. يعني أنا. إيه رأيك أنت بتحس إنه أنت صح؟ لا القانون معي. أنا إذا كان الليلة وزارة الشباب والرياضة عملت معي تسليم وتسلم أو المجلس بتاع لجنة التسيير بتاعة أيمن عملت معي تسليم وتسلم ما كان أخطأ مشيت أنا تين ناو في الوقت ذاك ماسك الملف أنت كيف تجي تقفل مني الباب؟ بعد ذاك العسكري ذاته قال لهم هوي الزول ده نحن في الورق مزول ما في زول عشان كده قبل تاني قاموا جو قفلوا الباب العسكري ده ما شاتوا برا ما شاتوا ما يقدر مش العساكر ده نحن زحنا جبنا لما قفلوا لي المرة الثانية ناديت واحد من العمال قلت له افتح الباب ده قال لي يا ريس انت تفتحه ما بنزعلك لكن لو واحد من العمال ده فتح الباب بتبقى لنا مشكلة انه ديل ما عندهم تفويض وما عندهم حاجة فالحمد لله الامور مرت رغم القوة الكبيرة اللي عند الجوكومي وإحساس إنه هو فارض رأي والشارع العام بيقول لكن جواه إنسان مختلف تماما أبداً عمري ما فرضت رأي خالص لكن عشان كده أنا قلت لك يمكن أن تستأنسي بتجربتنا في مريخ مريخ العاصمي وعلى الأقل عندك زميل وزول صحيح. كادر قوي اللي هو هيثم كابو ناس هيثم دين اللي كانوا بيتمسكوا برأيهم لكن جاكو ما كان الجاكومي بيطلع من السياسة والرياضة ورجل أعمال والمشاكل الكثيرة بأنه بيسمع والدلمين والنصري يا سلام دامك من حبي وفخري وافتخاري يا سلام أيوة والاثنين من رخاب عشان كذا أنت بتحبهم أكثر لا أنا والله حبيتهم قبل أعرف لونهم السياسي ما هو النصر الوريس بتاع فن الطنبور مع الصديق أحمد أنا من أشد المعجبين بأستاذ الصديق أحمد ووجدت ضالتي في محمد النصري انا قمت صغير اشتركت زمان في حاجه اسمها اغنيه الموسم انا رشحت بالذكر زمان الكلام ده انا في الثانوي اغنيه زاد الشجون شاركت فيها كآدة ولا لا كانوا يعني زي كابونات كده بتشتركي أيوة. انه ترشحي فرشحتها زاد الشجون وفازت بجائزه بالاغنيه بتاعت الموسم فأنا قمت مترع بحب محمد اللمين نعم. وكذلك لاق في أيضا حبي بمحمد وردي وبعثمان حسين وبأحمد الجابري أحمد الجابري ده من الفنانين العظام اللي ما لقوا حظهم لذلك نحن في الجبهة السورية وفي كيان الشمال حنعمل لنا يوم لتخليد ذكرى أستاذنا الجابري إن شاء نتمنى. الله الجكومي حبه لشخصيات كبيرة وكثيرة خلاه يسمي أولاده اسم لذات الاسم للشخصيات صحيح يعني خلينا نشوف اسماء اولادك وليه اخترت الشخصيات وبنفس الاسم يعني والله كويس انت رجعتيني للاحتغال عندي ولد خالي لي وفي جهاز الامن اسمه حسن لغمان وانا عبرك بحييه سجل لي زياره بعد زي شهرين او ثلاثة شهور من الاحتغال فبعد ما طلع قام اللواء احمد ابو زيد مدير الامن السياسي قال لي والله قدام ولد خالك ده انا ما اقدر اقول لك التشويعي مغوص في الاتحاد الديمقراطي قلت له كيف قال لي انت شويه مغوص في الاتحاد الديمقراطي قلت له اقسم بالله هذا النظام ساقط قال لي كيف قلت له والله الثوره دي ستسقط هذا النظام ما دام انت مدير الامن السياسي بتقول علي انا شويه مغوص في الحزب الاتحاد الديمقراطي معناه يا اخي انت شغال ساي قلت له انا ولدي الكبير اسمه الشريف حسين الهندي صحيح والبعد كده والبعد اسماعيل الازهري والبعد مبارك زروق والاخير يحيى الفضلي يعني شفتوا نعم. هسه قاعد يهندس معانا وقلت له حاج لي 8 حجات ولا 9 وعم عمر لي قريب 16 17 عمره اكون شويه كيف؟ لا قلت له معناها يا اخي انتوا ناسكم ديل ما عارفين قلت له يا اخي انا زمان تم اعتقال اكثر من مره في الديسك الاتحادي 200 اللي اتقلبت شويه فطلعت انا كان بيجاورني في الزنزانه صدقي كبلو والخطيب رئيس الحزب الشيوعي والسكرتير العام للحزب الشيوعي قلت لهم الله الليلة آخر الزمن بس المؤتمر الوطني طلعوني شوية قال لي يا زول مرحب بك لكن خلى جاكوب انه بحبه للزعيم الأسهري يسمي ابنه الزعيم الأسهري يعني اسماعيل الأسهري كان ممكن يكون اسماعيل وكان ممكن يكون اسم منفرد لكل زول يلا اسماعيل الأسهري انا سميته وانجو وبالمناسبة اسماعيل الأسهري ولدي ده دفن سرته محمد أسهري رحمه الله في بيت في الملازمين يعني صادف واحد انا شلت السره هو اتولد في شهر 12 الزعيم نعم. احتفظت بالسره كنا واحد نقيم احتفال ضخم كاتحادين في منزل الرئيس اسماعيل الاسهري صانع الاستغلال ورافع العلم فواحد محمد اسهري
بيدينه الكريمات وضع سرة ابني في منزل الرئيس إسماعيل الأسري كدلالة على حبنا للرئيس. الشريف حسين الهندي ناس شهادة الميلاد سموه لي الشريف أبو يدوني حسين الهندي. مبارك زروق أبو يدوني مبارك زروق سموه لي الاسم خلوه المركب ده يعني أنت المركب مصر على إنك الاسم ده لازم يكون مركب. وليحيى الفضل ديل جم مركبات الدوني لهم مركبات لكن الشريف ومبارك زروق الدوني هنا مبارك والدوني هناك الشريف دي دلالة على عمق انتمائنا للحركة الاتحادية ماضي وحاضرا ومستقبلا بإذن الله. على أخت الحب الكبيرة اللي بتربط محمد سيد أحمد الجكومي بين سيد محمد عثمان مرغني. أنا طبعا ختمي وختمية وجدي الخليفة ود مالك المذكور في براغ الختم علي وابن مالك سالة والصلاة تمضي. فالختمية ديل بيتنا وديل لحمتنا ونحن مكان منزلة السادة نعم. في منطقتنا في جنتي في الشمالية. السيد علي نفسه جاء قاعد عندنا شهر تلقى البيعة من عموم الشمالية. فنحن عودنا في الختمية أكبر من كل الناس اللي أنت شايفاهنا الآن. أنا والله سعيدة جدا بإني أكون في دارك وسعيدة بكرم الضيافة والحوار معك صراحة يطول والأسرار والخبايا والحكاوي كثيرة عن محمد سيد أحمد الجابون. أنا برضه عبرك للمرة المليون بناشد أخونا مفضل رئيس جهاز الأمن والمخابرات بقول له أفصح عن الغواصات بتاعة الأحزاب التي كانت تشتغل مع جهاز الأمن وهي عاملة روحة وطنية وفي القوى السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار مرورا بالوسط. وما زلت أصر على أخونا مفضل مدير جهاز الأمن بقول له أفرج عن وثائق التحريات والتحقيقات التي تمت مع قيادات الثورة السودانية التي نراها الآن. أنا محمد سيد أحمد ده في الحوار معاي في التحقيق معاي قلت البلد دي ما بتشيلنا أنا والبشير يا نحن يا البشير. الضابط بتعلمنا قال لي ده كلام شنو قلت له ده كلامي بوقع لك عليه والبلد دي ثاني احنا البشير ده ما حنخليه يحكي ده الختام والتوقيع النهائي للجاكومي. وسبحان الله بفعل يعني كلامي ده الله استجاب له ومرقنا. بالمناسبه انا كنت في المعتقل اول زول عرفته بان بقى تغيير البشير فاذكر انه الضابط اللي اسمه كباش انا كان عندي متعلقات شخصيه في المخزن فكل مره بقول له انجي بالي يقول لي الليله بكره الليله بكره. اخر شيء قلت له زول انا دار كلام واضح حتجيبوا لي حاجاتي دي ولا ما حتجيبوا لي. نادى عسكري قال لي تمشي تجيب لي جكومي ده الحاجات. والعسكري ده جانا الصباح بدري بيجيبوا الشاي اليوم داك هم بيجيبوا لنا 7-8 اليوم داك جابوا لنا 5 صباحا. قلت له هذول انت عم اسمع قال لك جيب لي حاجاتي دي قال لي حاجاتك دي حتستعملها برا السجن. كيف الكلام ده؟ نعم. قال لي هذول الشغل دي تغيرت والجيش استلم السلطه. قلت له طيب اقول لك شيء ادينا عليك الله بس خلينا اطلع لملم عندي كتب حايمه بعد شو الخبر ده لما نجي كنت بديل ثاني ما بلقاه. فتح لي الباب مشيت للجماعة لفيت لهم كلهم قلت لهم زول افتح خشبه ما في الحكومة دي سقطت والحمد لله انتصرنا وبعد شوية أنا بعد أرجع زنزانتي بهتف ليكم كلكم تهتف فعلا. مشيت بلغت لك كل الناس محمد ضياء الدين ناس الخطيب ناس من الناس القاعدين ديل كله أنا اديتهم أنا نبأ سقوط النظام من داخل المعتقل. يا سلام. وخرجت من المعتقل غايد لي مظاهرة ذهبنا إلى أرض الاعتصام وخاطبت المعتصمين كأقدم سياحة أقدم سجين كثيرة كثيرة لكن محتاج سلسلة حق الحلقات البلد ما بتدي حريق محتاج سلسلة الحلقات نحن حنعملها معك. أنا شاكرة ومقدرة لك شكرا جزيلا. أنا سعيد والله بهذه الاستضافة ونتمنى أن نلتقيكم دوما إن شاء الله. شكرا محمد سيد أحمد الجكومي الرجل المختلف الشفيف القوي الذي لا يخاف وأصحابه بيقولوا أنه هو متزمت أو عنده رأي لكن هو بيقولوا غير كده. أنا شاكرة ومقدرة لكل الناس اللي تابعونا ورافقونا من خلال حلقتنا في دارك لحد ما أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وفي ديار أخرى. دمتم في أمان الله.